ورجعنا من الفاصل ومكملين معاكم ناس من بلدنا. قلت لكم قبل الفاصل لأول مرة في ناس من بلدنا، موضوع مهم جدا جدا جدا. موضوع أنا لما تواصلوا معايا فريق الإعداد وكلموني، موضوع في منتهى الخطورة، بيهم كل ست حامل في مصر. الأول اسمحوا لي أرحب بضيوفي وضيوفكم، الأستاذة آية النجار المسؤول الإعلامي لمؤسسة وعد. اهلا بيكي، اهلا بحضرتك يا استاذ منورانا في ناس من بلدنا. ده نورك يا استاذ محمد، اهلا بحضرتك يا استاذ رانا. اهلا بيك يا حبيبتي، يا شرف. كمان معانا دكتور محمود عبد العظيم، اخصائي النساء والولاده، الطبيب الخلوق. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ رانا. زي ما قلت في بدايه الحلقه ان احنا عايزين نسلط الضوء على موضوع يهم قطاع مش قليل. عايزين نسلط الضوء على قطاع البنت المقبله على الزواج، الست الحامل، الزوج بما انه هو المعيل. فموضوع بيحتوي على طبقه مش قليله، المرض ما حدش يعرف عنه حاجه، بس بدا ان هو ينتشر وبدا ان هو لازم يكون في وعي وفي ادراك. عشان كده انا عايزه اسال دكتور محمود، عايزين نعرف المرض الصلب المشقوق عباره عن ايه؟ الصلب المشقوق ده عباره عن مرض بيصيب الجنين وهو داخل بطن الام، عبارة عن نقص في الفقرات أو الأنبوب العظمي اللي ربنا عامله في ظهر كل إنسان في الجنين. بداية عمره المفروض القنوات العمود الفقري كله بيكتمل عند شهر، فبيحصل نقص في الفقرات دي أحيانا في بعض الأجنة، عبارة عن تشوه بنقص في الفقرات أو عدم اكتمال العمود الفقري في أحد مناطق فقرات العمود الفقري في الجسم. بينقسم لعدد انواع منه نوع سحائي ونوع نخاعي ونوع خفي. النوع السحائي ده عباره عن ان الانسجه اللي ربنا عاملها تغلي في الحبل الشوكي، الانسجه ذات نفسها والسائل الشوكي بيخرج، عباره عن كيس بيخرج من ظهر الجنين بيبقى فيه السائل والنخاعي. يعني ده يا دكتور حضرتك، يعني انا كده بحاول اتخيل مع حضرتك الوضع، السائل اللي فيه حوالين العمود الحبل الشوكي اللي ربنا عامله في أنسجة مغلفاة زي أكياس، بيطلع زي كيس، زي بيسموها كلى مائية. الكيس ده بيبقى في الظهر، في منتصف الظهر، بيخرج الأنواع بتاعته عبارة عن يا يخرج سائل يا يخرج الحبل الشوكي مع السائل. الأخطر طبعا لو الحبل الشوكي خرج مع السائل ده اللي هو النوع اللي هو النخاعي. النوع السائل بيبقى أقل خطورة. النوع البسيط اللي هو موجود عند ناس كتيرة وما بيتشخصوش، ممكن يتشخص وهو كبير، اللي هو النوع الخفي اللي هو النوع الأوكلت ده. من خطورة الموضوع بتاع الصلب المشكوك دوت أو الكلى النخاعية دي، لازم إحنا كدكاترة النساء في أول سونار، أول 3 شهور، بنبدأ نبحث أو بنعمل مسح شامل للعمود الفقري، ونبدأ نشوف حاجات مسح المنطقة كده خلف الرقبة، الجلد، منطقة الجلد. قبل ما هنعرف، يعني إحنا طبعا هنعرف لازم إيه وسائل الحل وإيه سبل الحلول في المرض ده، بس إحنا عايزين نعرف الأول أسبابه ونعرف المشاهدين عشان أي أم حامل أو أي بنت مقبلة على الزواج تاخد بالها وتتفادى ده من قبل ما يحصل. ملوش أسباب معينة، يعني العلم ما قدرش يوصل للأسباب، بس في عوامل بتأدي لزيادته، زي ممكن يكون احد الشريكين، الزوج او الزوجه، مصاب، او في تاريخ مرضي في العيله، او الام الحامل اتعرضت لاشاعات، او الام الحامل او الزوج بيتعرض لمواد بتروليه او لاشعاع برضك، او الام من الحمل بتاعها بيندرج تحت نوع من انواع الحمل اللي هو الحمل الخطر. الام مثلا عندها سكر، الام بتاخد دواء للصرع من قبل الحمل. السيدات دول بيبقى اكثر عرضه لو بتتناول انسولين اللي في مرض السكر، او بتاخد ادويه للصرع او التشنجات بيبقى اكثر عرضه برضك. ومن اسباب الوقايه برضك الام لازم حتى مع تقدم السن او في بدايه الحمل لازم بناخد حمض الفوليك. حمض الفوليك حبايه بسيطه الام بتاخدها لمده شهر، لمده اول 3 شهور في الحمل، بتبقى كوقايه بتحمينا وبتحمي الجهاز العصبي كل وسائل الوقايه. بس احنا كنا حابين نعرف يعني الاسباب الاول، ما هو لازم الام تعرف الاسباب عشان تتفادى الوقايه. الاسباب مش معروفه، في عوامل بتؤدي لزيادتها زي تقدم السن بتاع الام، بالذات اكتر بعد سن ال40 بتبدا تحصل فرص حصول التشوهات للاجنه داخل رحم الام. فلذلك بنوصي الام مع تاخر السن اللي يبدا او الحوامل نبدا ناخد حمض الفوليك بدري حتى من قبل الحمل،
قبل ما يحصل حمل، حتى اللي بتسعى وبدور على الحمل بنوصيهم ياخدوا حمض الفوليك، حبايه بسيطه حتى وزاره الصحه ومعظم المستشفيات الحكوميه موفراها ورخيصه يعني جدا. يعني ده نقصه من اسباب وجود نقص حمض الفوليك اللي هو. طب هل يا دكتور معلش برضو يعني قبل ما نروح للاستاذه ايه، حابب اعرف حضرتك هل نقدر ننصح الفتيات المقبلات على الزواج او السيدات الحوامل ان هم يستخدموا حمض الفوليك ده كاجراء احترازي كاجراء وقائي؟ يعني زي ما بيقولوا حبايه علاج خير من قنطار علاج، او نقعد ندور على العلاج حاجات، والعلاج بتاع المرض زي وتشوهات الاجنه بيبقى علاج معقد جدا. يعني حاجه زي الصلب المشكوك ده بتحتاج مثلا تدخلات جراحيه من اول يوم الجنين، وبتبقى عبء على الاسره كلها والعيله، العيله بتعاني عيله نفسيا وماديا، وتدخلات دقيقه جدا جراحات مخ واعصاب مع عمود فقري، لان بتؤدي لتشوهات وفقد معظم وظائف العصبيه بقى، لان الجهاز العصبي هو اللي بيتاثر في المنطقه السفليه من الجسم. تمام. الفقرات بتؤدي بقى لمشاكل في الاخراج في البول وفي الهضم وفي الجهاز التناسلي وفي مشاكل كتير. والعضلات والضمور في العضلات. لازم نروح للاستاذه ايه. استاذه ايه، عندكم في مؤسسه وعد انتوا المؤسسه قائمه على معالجه الوضع ده الصلب المشقوق. تمام. طيب حابب بس اعرف كده منك، احنا بس كنا حابين نعرف جمهورنا والناس اللي بيشوفونا دلوقتي ايه هو المرض ومدى خطورته. انتوا البدايه عندكم جت منين؟ اشمعنى تبنيتوا المرض ده؟ واشمعنى المؤسسه قائمه خصيصا للصلب المشقوق؟ تمام. زي ما الدكتور قال ان الصلب المشقوق ده عباره عن عيب خلقي. المؤسسه قامت ليه او عملوها ليه؟ لان منشئ او مؤسس المؤسسه اصيبت بنته في مرحلة من عمره أصيبت بمرض الصلب المشقوق ده واتولدت بيه. طبعا كأي أب خد بنته يمشي ويلف بيها على الدكاترة عشان يعرف إيه مشكلتها، كل ما يروح لدكتور يقول له خلاص سيبها تاخد وقتها وربنا يتولاها. كان سبب إن هو عمل المؤسسة طبعا ده كان السبب والدافع اللي وعد بنته، عشان كده قال لها والله يا وعد ده وعدي إن أنا أخلي كل طفل زيك يلاقي مكان يحتضنه ويساعده في إنه يكتشف مرضه ويلاقي طريقة للعلاج إن هو يعرف يتخلص من اللي هو فيه، وده كان بداية المشوار. يعني البداية رانيا زي ما احنا بنقول دايما كده في ناس من بلدنا، ان احنا برنامجنا علشان خاطر الناس دي، مجرد موقف حصل معاه قعد بقى يولول زي بعض الناس وشكاوي وروح لمين وروح لسيادة النايب وروح لمش عارف مين بتاع وزارة الصحة. لا، الراجل اختار الطريق الأصعب او الطريق الصعب، الطريق اللي هيخلد اسمه في التاريخ. قال علشان خاطرك يا وعد بوعدك ان اي حد هيتعب هيلاقي علاج، عشان كده تبنى كده. علشان كده آية موجودة معانا النهاردة. هي الناس دلوقتي هتسأل ليه آية النجار وليه دكتور محمود؟ علشان خاطر البعبع ده، لان انتوا بتتخيلوش قد ايه مرعب. فبرنامجنا في ناس من بلدنا بجد احنا بنركز على الناس دي. فأستاذة آية، يعني مجرد موقف اتعملت مؤسسة وتم إشهارها رسمي. تمام. وبدأتوا تتبنوا الحالات اللي توصل لها. الحالات دي أنا يعني كلمينا عن يعني أصعب الحالات، الحاجات اللي كان الناس العاديين ما عرفوش إن ده مرض أصلا. تمام. زي ما قلت لحضرتك، أول مفاجأة بتبقى من الأهالي للحالة بتاعتهم إن يكون طبيب ومعالج وتخصص مخ واعصاب يقول لها ده عباره عن كيس دهني، ده من الحالات اما يستشفى او لا ما يحصلوش كده، او في ناس تاني تقول خلي طفلك جنبك ولما هيجي له فتره وهينتهي. ده طبعا اول شك بيقابل الاهل ان طفلك جنينك اللي ام تعبت فيه، ويكون اول صدمه في حياتها ان هي يقول لها سيبيه هيموت. لا طبعا المؤسسه قالت للناس لا، يعني ليه نعمل كده؟ لا، ده احنا في مكان موجود، في اطباء معانا، في ناس مسؤوله بتقول لهم بيروحوا فين، يعملوا ايه، ايه اول الاحتياجات اللي هم يبتدوا بيها. طبعا ابتداء من بتبتدي من عند دكتور مخ واعصاب يتولى ازاله الكيس اللي هو اللي على الظهر ده، يشوف حجم الدماغ تبدا تكبر،
لو ابتدت تكبر بيعملوا حاجة اسمها تركيب جهاز تصريف المية من على المخ اللي هو الشنط الاسم العلمي ليه، ويبتدي ده يتركب ويتوصل بالمعدة عشان خاطر يصرف المية على المخ. في الوقت ده حجم صعب. الدماغ ما زدش. الموضوع صعب دي بتبقى أول المراحل الطبية. بعد كده الطفل ده بيخضع لمشاكل في الجهاز البولي والتناسلي، ده على طول مباشرة بيتم التعامل مع مؤسسة مستشفيات خاصة بالمسالك البولية ومنادبنا في كل مكان بياخدوهم ويوصلوهم ويتعاملوا معاهم. مشكلة مثلا زي مشكلة الجهاز الهضمي، وان الطفل ده يكون جواه الافرازات بتاعته مش عارف يطلعها، المؤسسة برضو وفرت حاجة جهاز اسمه جهاز تفريغ القولون، عبارة عن قمح وطريقة بيصرف بيها الاخراجات بتاعته. دي برضو من الحاجات اللي احنا بنحاول نسهل بيها على الناس المهمة بتاعته. طيب أستاذة آية، كمؤسسة امتى اكتشفتوا ان المرض ده بدأ يتزايد وبدأ يكون عدم الوعي من الأمهات لمتابعة الحمل من البداية كان سبب في تزايد المرض بشكل، انت قلتي لي رقم في مؤسسة مخيف. طبعا انا زي ما قلت لحضرتك من ساعة ما والد وعد ومؤسس المؤسسة ورئيس مجلس الأمناء بتاعتها اكتشف عنده كده الراجل ما سكتش، فلما ساعة ما أنشأ المؤسسة بدأ ينزل في الشارع ميداني يقابل فلان وعلان ويتكلم ويقول طب يعني في حالة بالشكل ده، طب الحالة دي طريقتها كذا، نعمل مطبوعات ومنشورات تتوزع في الشوارع، الناس اللي بيروحوا المستشفيات نتعامل مع الحالات. كان إمكانياتهم في الأول محدودة، لكن من خلال الإمكانيات المحدودة دي وصلت المؤسسة عدد الحالات 600 حالة. 600 حالة رقم مخيف. مخيف. وبتزايد. يعني ده في تزايد مستمر. طب أنا في عندي سؤال، بس هو سؤال طبي هروح بيه على طول للدكتور محمود. دكتور محمود، هل في أوجه شبه أو تشابه ما بين أعراض الكيس الدهني والصلب المشقوق؟ هو الكيس الدهني طبعا لأي دكتور، البيبي ساعة ما بيخرج من بعد الولادة، دكتور أطفال بيفحصوا في بعد الولادة مباشرة، ليه مواصفات معينة بالنسبة لدكتور الأطفال في الفحص الكلينيكي بتاعه، بتختلف خالص عن الفحص اللي هو بتاع الكلى المائية أو الصلب المشقوق. الصلب المشكوك بيبقى عبارة عن نقص في الفقرات، يعني في فقرتين أو فقرة نقصة في العمود الفقري. لا، هو أنا سؤالي هنا، أنا راجل من الشرقية، تمام، مواطن بسيط، شغلتي إعلامي، شغلتي فلاح، موظف في مجلس المدينة، موظف في أي قطاع، مدرس، شفت الجنين ابني أو بنتي طلع له حاجة كده في ظهره، مش أنا اللي هأحكم عليها، ده دكتور الأطفال من حق عليه في المستشفى حتى في الحكومة اللي هو بيفحص البيبي من أول ما بيتولد، من أول شعر رأسه الأطراف كاملة كلها، منها العمود الفقري بتاعه. طيب، في حاجة بارزة ظاهرة على الظهر دكتور الأطفال، أي دكتور حتى مبتدئ دكتور أطفال في أي مستشفى مش شرط خاصة بيكتشف، لازم بيبدأ يوجه الجنين، ما بيخرجش من المستشفى. يعني حقنا على الجنين ده اللي ما يخرجش يتحول على طول على قسم جراحه مخ واعصاب في الحضانه، ما بيخرجش. احنا لو عايزين حاجات بتقول في الحضانه، لا احنا عايزين بدري شويه. هل في امكانيه للام تعرف ان الجنين قبل ما يكون طفل مريض ويتدخل الطب في حل المشكله وهو جنين قبل ما يخرج للدنيا؟ من خطوره التشوهات الاجنه كلها اللي احنا من حق الدكتور الام الحامل اللي هي اول سونار الدكتور يطمنها اول 3 شهور على الجنين باكمله. طب قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل والام رزقت بجنين ده عنده المرض ده، هل في تدخل بقى طبي لعلاجه وهو في تدخل جراحي حاليا في مصر؟ لا، بس موجود خارج، موجود خارج مصر. لكن مصر لا، خارج لسه مصر ما تواجدش. لا، بعد العمليات اكتر من اول يوم ولاده، أول يعني ما بيتولد. لكن في إمكانية للعلاج بس بعد. طب أستاذة آية، يا ترى عندكم في المؤسسة فكرة توعية للمقبلين على الزواج، لفكرة إزاي الوقاية خير من العلاج؟ ده يعني مقولة بنرددها وحكمة بنقولها،
بتنفذوها ازاي عندكم في المؤسسه؟ تمام، احنا المؤسسه عملت حمله اسمها حمله الكشف المبكر لدى الام، ودي نزلنا بيها على مستوى المراكز اللي حوالينا، وبدانا ننشر في الوحدات الصحيه وفي المستشفيات الاقرب لينا. نعمل حمله اسمها حمله الكشف المبكر، وانواع الام هتاخد ايه قبل الحمل، ولو عندها اصابه لطفل قبل كده بالصلب المشكوك تبدا تعمل ايه. اول حاجه المفروض ان الام بتعمل اللي هو الجهاز السونار اللي هو رباعي الابعاد عشان تكتشف بيه ما ظهرش عندها، خاصه الام اللي كان عندها اصابه قبل كده ما ظهرش عندها، بتبدا تعمل تحليل لنوع معين. طبعا الطبي بيكون ليه اسم ان هو يتوجه بيه وتعمله، ما ظهرش بتخضع لحاجه اسمها الرنين المغناطيسي، اشعه الرنين المغناطيسي، ودي طبعا بتجهز، ودي اللي عملته المؤسسه، وفعلا انقذت امهات كتيره، لان كان جات لنا حاله 4 أطفال عندها يتولدوا بنفس المرض. ولكن الحمد لله ده طبعا فضل من الله ان المؤسسه لحقتها ونقذت من يعني منها، وهي حامل وحملها ما شاء الله دلوقتي طبيعي وما فيهوش اي حاجه خالص، لكن احنا بادرنا فعلا بحمله الكشف المبكر لدى الامهات. طب هل يا استاذه ايه فعلا يعني انا لما قريت كتير عن المرض ده لقيت ان هو بيصيب الاناث اكتر من الذكور، بيصيب البجينات زياده عن اللزوم اكتر، بيصيب اللي هو عنده مرض سكري او تاريخ مرض سكري، هل ده حقيقي؟ والله احنا من خلال الاحصائيات اللي عندنا، لان احنا بنتكلم مثلا في 600 حاله، فبنتكلم على النسبه اللي عندنا احنا في المؤسسه. لا انا حاسه ان الذكور زي الاناث، يعني مش النسبه مش كتيره، بس فعلا هو الاناث زياده شويه عن الذكور، وطبعا دي بتدخل البنت بالذات في مشكله كان احنا برضو بادرنا بيها اللي هو هبوط الرحم لدى الفتاه، ودي من المشاكل اللي بتقابل خاصه الاناث، والحمد لله يعني حاولنا ان احنا نقلل من المشكله دي اكتر يعني. طب دكتور محمود، في مؤسسه اهي يعني قائمين مخصوص علشان موضوع الصلب المشكوك، لكن دلوقتي بدات الجماهير دلوقتي او المشاهدين بيتفاعلوا معانا، حتى بيقولوا لي كمان في مداخلات تليفونيه، وانا قلت لهم بس انا كمان عايز استوعب الموضوع. الطفل المصاب بيه هل بينزل من رحم الام مصاب بيه، ولا ممكن بعد ما يتولد يصاب بيه؟ هو اتفقنا اللي فيه 3 انواع. تمام، في الـ3 انواع بالنسبه لدكتور الاطفال يقدر يشخصه من اول يوم ولاده، من ساعه البيبي ما بيتولد اول ساعه بالفحص السحائي هيلاقي كل البيبي. تمام. النوع السحائي هيلاقي كيس، هنلاقي كيس مليان سائل نخاعي من حوالين الحبل الشوكي، كيس ظاهر على ظهر البيبي. في النوع الثاني النوع النخاعي بالاضافه للسائل، في الحبل الشوكي ذات نفسه خرج مع السائل. في النوع الخفي، هو النوع ده بيبقى عباره عن زي وحمه او منطقه في نقص فقره، بس بتبقى متغطيه بالجلد، مش ظاهر كيس، بقى الفقره مش ظاهره، ممكن الانسان البيبي ده بيتولد وبيعدي خالص، بس ما بيتشخص الا لما بيبدا يشتكي من مشاكل في الاخراج او مشاكل في القولون بتاعه. بالنسبه للنوع الخافي دوت ما بيحتاجش تدخل جراحي الا لو في شك. النوعين التانيين لازم طبعا بنحتاج تدخل جراحي من اول يوم البيبي ما بيتولد. يعني احنا كده نفهم منك يا دكتور ان في اشارات للتشخيص، إشارات. بمعنى ان لو الام لقت وحمه في ظهر البيبي بتاعها، لو لقيت قريت برضو ان في منطقه فيها شعر على ظهر البيبي، تمام، لازم تتوجه على طول لاقرب دكتور متخصص تتاكد ان البيبي بتاعها مش بيعاني من المرض ده. هنا يا رانيا لازم برضو الدكتور يفهمنا ويوضح لنا الحاجه الغريبه اللي هتبقى في على ظهر الجنين، هل مرتبطه بمنطقه العمود الفقري ولا اي مكان؟ لا، مرتبطه بمنطقه العمود الفقري على طول العمود الفقري من الرقبه للظهر لاسفل الظهر. عشان كده اسمه الصلب المشكوك، او بيسموه بعض الاسماء برضك اللي هي الكلى المائيه اللي فيها سائل نخاعي، مرتبطه بالعمود الفقري مش اي منطقه، عشان كده بنفرقه عن اي كيس تاني او وحمه او كيس دهني او ورم طالع من الجلد، ده اللي مرتبط بالعمود الفقري، وده خطورته لانه مرتبط بالاعصاب والحبل الشوكي. طيب استاذه ايه دلوقتي الام عندها طفل وتاكدنا من الحاله ان هو الحاله المرضيه اللي بنتكلم عنها وهو الصلب المشكوك. الصلب المشكوك، طيب هل احنا المؤسسه بتاعتكم اساسا فين؟ المؤسسه ليها فرعين، الفرع الاولاني في الشرقيه مركز فاقوس،
والفرع الثاني في الإسكندرية في منطقة المنتزه عند دوران السيوف. انا بس كان يهمني اعرف ان في التواصل عشان انا مش معقول هاخد ابني واسافر، يعني انتوا كده مقربين المسافات ان انتوا في طب انا في هنا حاجه، يا ترى عندكم في المؤسسه اساليب التوعيه بتروحوا مثلا انديه، بتروحوا نقابات، بتروحوا هيئات، يعني ايه اللي بتعملوه عشان تنشروا الوعي؟ لان بجد انا الموضوع ده كان غريب وغامض بالنسبه لي لحد ما يعني بدات اقرا عنه. فاكيد كتير جدا من بناتنا المقبلات على الزواج ما عندهمش فكره عن الموضوع ده، فهي دور المؤسسه في التوعيه ايه؟ تمام. دور المؤسسه ان احنا بدانا ننزل او من اول لحظه شغل ميداني، لان انا مثلا ممكن اقابل بالصدفه ناس معايا في المواصلات، ممكن اقابل بالصدفه ناس في الشارع، لا احنا عملنا طرق ممنهجه ننزل بيها الشارع، عباره عن ممكن نعمل لنا تجمع في مكان ونحط فيه البند بتاعنا والادوات بتاعتنا ونبدا نكلم الناس، لو هنلم مجموعات بمجموعات ونفضل نوعي فيهم. ممكن ننزل مواقف عشان عشان بيبقى فيها تجمعات اكتر، ناس رايحه ناس جايه، ناس بتسافر، الحاجات دي بيبقى فيها تجمع اكتر. نروح نعمل ندوات، نخصص مثلا في منطقه معينه. لا انا شايف، انا شايف برضو يعني الموضوع الموقف ده برضو استاذه ايه، يعني انت عارف بيبقى فيه هرج ومرج وفي بعض الناس ممكن تعلق، هتبقى فيه تشويش بنقابل، لكن فكره ان انا اعمل ندوات في قاعات بنعمل بدعوه من منظمات المجتمع المدني، الهيئات، الجمعيات، يبقى في البروتوكولات. احنا كان عندنا اخر ايفنت كنا عاملين حفله لختام الانشطه بتاعتنا، كنا عاملينها في قاعه وتمام، كنا مدعيين فيه بس ما جيناش. وكنا عاملين السبب كنا عاملين ده عشان خاطر لمينا فيه كل الهيئات، الجهات الحكوميه والجهات المجتمع المدني، وكان فيه تفاعل معانا، وده حبينا نوصل بيه اكتر للناس. عندنا برضو ندوات ومؤتمرات تانية في اماكن تانية. الوعي برضو مش مختصر بس عن في الوعي، طبعا السوشيال ميديا دي اتاحت لنا حاجات كتيره خلال صفحات ومواقع وتواصل مباشر. التواصل المباشر طبعا ده مهم، لان احنا لما باجي مثلا اقول لحد انا المرض ايه، يقول لي ايه المرض ده، هو مش منتشر، هو ده اللي توقفنا بصراحه. لو ما قعدتش مع استاذه رانيا استاذ محمد وقلت لهم وشرحت لهم بالتفصيل وهو ليه وجي، ما بيبقاش فيه الاستيعاب الكامل. طبعا المناطق مثلا اللي بنلاقي فيها عندهم عدد حالات اكتر، خاصة مناطق الصعيد، ودي بصراحة واكيد الصعيد والارياف يا ايه، هم كمان الصعيد محتاجين وعي اكتر. لا ده اللي احنا بنفكر فيه المرحلة الجاية، النزول الصعيد. وطبعا حلمنا الاكبر، طبعا حلم المؤسسة ان هي تعمل مركز طبي عالمي في منطقة اسيوط، في محافظة اسيوط. ده دكتور محمود، هل زواج الاقارب او التاريخ العائلي ممكن يكون سبب قوي في المرض ده؟ التاريخ العائلي فعلا ليه سبب، لو ممكن يكون يزيد نسبة حصول المرض لو احد الطرفين او احد في العيله او الام ذات نفسها حملت بيبي زي ده، سواء الحمل كمل او نزل، ممكن الام دي المره الجايه تبقى اكتر عرضه، مش هنقدر نجزم برضك اللي لازم البيبي اللي جاي هيبقى فيه مشكله، اكثر عرضه، فبالتالي بتحتاج فحص شامل للبيبي من اول شهور الحمل، من اول شهور، لدرجه من والبيبي وهو عمره 11 اسبوع في الشهر الثالث. الفحص الشامل طبعا بيبقى عن طريق السونار وعن طريق تحاليل دم، تحاليل، في تحاليل مسح شامل ممكن ناخد عينه من الام، وفي ممكن عينه حاجات انفيزيف اللي هي زي اجراء جراحي اللي احنا بندخل داخل رحم الام بابر تحت الموجات الصوتيه بالسونار بابر دقيقه، وبندخل داخل الرحم ناخد عينه والبيبي عمر لسه 3 شهور، ناخد عينه من المشيمه ذات نفسها، من الخلاص او المشيمه بتاعه البيبي اللي بتغذي البيبي، نقدر اكتر حاجه تجزم اللي احنا نحلل الانسجه دي على عمر 3 شهور، تقولي البيبي ده اكثر عرضه ولا لا. وفي تحاليل تانية على الشهر الخامس اللي هي الأدق، يعني ببدأ معاها من الشهر الثالث وهي حامل لسه في البيبي ده، بالذات الناس اللي سنها أكبر أو القرايب أو الناس اللي سن الأم أعلى أو الأب بيتعرض لإشاعات أو الأم بتتعرض لإشاعات، هي العوامل اللي بتزود فرص حصول في الشهر الخامس ده الأدق، اللي أقدر أجزم بقى بحيث أقدر أقول للأم من حقها عليا إن البيبي فيه تشوه، ومن حقها طبعا احنا في مصر في تحفظات على الكلام اللي هو اللي انا انهي الحمل ولا منهيش، لازم موافقه الازهر طبعا، وتحتاج لازم مستشفى كبيره، مستشفى حكوميه، او اجراء 3 استشاريين، اجراء لجنه ثلاثيه تمضي للبيبي ده ينزل لو في حاجه هتعيق الحياه بتاعته كبيره. هو ده السؤال اللي جاي لحضرتك يا دكتور، في حاله
موضوع التحليل او الاشعه سواء الاشعه الثالثه او الخامسه زي ما حضرتك بتقول، وتاكد اصابه هذا الجنين بالصلب المشقوق. تمام. شايف حضرتك التعامل الامثل مع الحاله يبقى ايه؟ اول حاجه من حق الام الطرفين الزوج والزوجه بنبدا نشرح لهم المرض، اللي البيبي ده مش هيتولد في اي مكان، ما ينفعش يتولد في مستشفى خاصه الا مستشفى مجهزه على مستوى او مستشفى من المستشفيات الجامعيه او المستشفيات التعليميه، ما ينفعش يتولد في عياده او في وحده او مكان مش مجهز. لازم من اول يوم زي ما اتفقنا للبيبي ده هينزل هيدخل يتحول على قسم جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري، يبداوا يتعاملوا معاه يقفلوا الحبل الشوكي العمود الفقري تاني بعمليات دقيقه وعمليات معقده وغاليه. فمن حق الام اللي انا والطرفين اللي انا ابدا اشرح لهم المرض وظروفه، وبيبدا بقى مرحله القرار للام والاب، هل الحمل هيكمل ولا لا. طبعا هنا عندنا تحفظات في مصر شويه غير بره، فامره معقد شويه. طب ارجع للاستاذه ايه، لو الطفل ده اتولد تمام، هل لو لقى الرعايه الكامله والعلاج الصح بيقدر يكمل حياته وياخد فرصه تعليم فرصه رياضه، بيبقى شخص يعني شبه متعافى؟ هو اكيد مش هيبقى يعني شخص كامل، بس هل بيقدر ياخد حظه من الحياه؟ طبعا، ده اللي احنا بنقوله ان المؤسسه بتحاول تدعم كمان الجانب الاجتماعي والنفسي للطفل، مش مجرد ان احنا بنقدم خدمه طبيه وبس، لا، الجانب الاجتماعي والنفسي مهم جدا. معانا اطفال من الحالات اللي ليهم ملفات عندنا، ما شاء الله، ابطال في الرياضه، في ماراثون الكراسي المتحركه، في السباحه، ابطال قادرين يكملوا حياتهم، واصلين دلوقتي متجوزين ومكملين حياتهم بيشتغلوا. يعني نقطه مضيئه للاب والام ان لو ابنكم او بنتكم لا قدر الله اصابوا هذا المرض، دي مش نهايه الدنيا ومش نهايه العالم، وبالعلاج ايه بتقول بيوصلوا لايه يا ايه؟ لا، وفي ناس مكمله معانا عامله بحث ماجستير ودكتوراه ما شاء الله، يعني دكتوراه وميداليات فدي مش نهايه الدنيا. أنا بس بما ان يعني انا كاعلامي وهنقول يعني احنا مطلعين شويه وبنقرا وبنلف بنقعد مع فريق الاعداد، المرض فاجئني واتفاجئت لما سمعت منك عدد الحالات. طيب الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي والناس اللي هتتفرج بعد كده في الاعاده وعلى اليوتيوب وعلى الفيسبوك، انا عايز يبقى عندهم قناعه كامله بالخطوره، بان قد ايه المرض ده فعلا مرعب. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، هل المرض ده ممكن يوصل في مرحله من مراحله انه يبقى وباء؟ لو اتكلمنا عن خطوره المرض، فخطوره المرض من لحظه ولاده الطفل. خطوره المرض ان الطفل ده بيولد فاقد الجزء السفلي ليه، لانه مش قادر على الحركه، ودي طبعا في حد ذاتها بتبقى مشكله نفسيه صعبه. خطورة المرض اني لو ما فيهوش علاج صح وبنحط ايدينا على المكان الصح والاهتمام الصح والوعي الطبي لدى الاهل اولا، الطفل ده بيكون عنده مشاكل في الجهاز الهضمي التنفسي البولي. طب احنا في معانا تليفون، مين يا جماعه معانا؟ الو، استاذ احمد مجاهد، مساء الخير. الو، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. حضرتك بس انا كنت عايز اسال بس الدكتوره والاستاذه اللي معاك، يعني ايوه، انا ابن اختي زي ما تقول حضرتك كان عنده كيس في سلسله العمود الفقري، بس الدكتور بتاع الاطفال قال لها ده مش هنقدر نعمل تدخل وهنعمل له استئصال بس لما يكبر شويه، فانا خايف يكون الموضوع هو المرض اللي انتوا بتتكلموا عليه. طب هل ممكن التواصل مع المركز يعني يشوفوا الحاله يعني؟ طبعا. بالتاكيد يا استاذ احمد، يعني لسه الاستاذه ايه دلوقتي بتقول ان في فرع في فاقوس شرقيه وفي فرع في اسكندريه، ممكن التواصل معهم بسهوله. لكن يعني السؤال هنا، طب راي الدكتور ايه في الحاله حضرتك؟ هو قال ان هو كيس دهني. ايوه، ومش هينفع التدخل غير لما البيبي يعني يكتمل النمو، يعني عشان يقدر يعمل له. عملتوا فحوصات وتحاليل واشعات؟ مش عارف، احنا خدنا الكلام في الاول وخلاص على كده، فهمنا ان هو كيس دوني، وبعدين بقى احنا بقى نعمل عمليه ما يكبر شويه. لا بس احنا لازم نقوم هو ده الوعي استاذي، هو ده الوعي، احنا لازم نعمل فحوصات نتاكد ان الكلام ده سليم ولا لا. اي حاجه بدري بتتلحق. طب بص يا رانيا، انا شايف ان الدكتور محمود هو اللي رد على الاستاذ احمد، لما يكون في حاله زي كده يعني
لما يكون البيبي ده لازم يتشاف، لازم دكتور اخصائي او استشاري جراحه مخ واعصاب او جراحه او جراحه اطفال. استاذ احمد خليك معانا علشان تسمع اجابه الدكتور على سؤال حضرتك. يعني البيبي ده لازم يتعرض على دكتور اطفال استشاري اطفال يشخص يفصل في الموضوع دوت، يشوف ده هل ده كيس دهني ولا صلب مشكوك فعلا، هل في فقرات ناقصه. لا لو ناقصه فعلا لازم تدخل جراحي سريع، لان تدخل جراحي لان البيبي ده بعد كده بعد المشكله الاكبر هيصاب بالشلل، البيبي ده هيبقى قاعد على كرسي بعد الشر، فدي المشكله. فلازم يبقى في فصل، مش اللي هو تاخير بناء على ايه، لازم اشعاعات يتحكم هل في فقرات ناقصه فعلا ولا دي كيس دهني. الكيس الدهني ظاهر مالوش علاقه بالفقره او على الفقره، بس الفقرات كامله معايا بالاشعه. فلازم يتعرض على دكتور استشاري اطفال او استشاري جراحه اطفال او استشاري جراحه مخ واعصاب في اي مستشفى حكومي كبيره حتى او مستشفى جامعي. تمام. في المؤسسه استاذ ايه بتجاوب على السؤال؟ اتفضل. فقلنا ان الخطوره بتاعته خطوره شامله لكل اجهزه الجسم، لو حصل فيه الاهمال طبعا بيؤدي الى اهمال الطفل ده من كل المراحل، وبيحصل له فيه ميكروب للدم والالتهاب السحائي اللي النتيجه اللي بعد كده، وغير المشاكل اللي البدنيه اللي جوه. فده طبعا بيؤدي الى طفل خلاص ما يعني خلاص موت او حياه ببطء، ده اللي احنا بنتكلم فيه. حضرتك كنت بتسالني في حاجه تانية. يعني انا يعني خايف ان الموضوع ده يوصل لمرحله وباء او لا، هو برضه عشان نحذر الناس او نقول لهم ده مش موضوع معدي، مش مجرد ان طفل يكون عنده المشكله دي فلو حطيت طفل او طفل تاني اتعامل معاه فده هيعديه بالمرض ده، لا ده خالص، ده عيب خلقي، دي حاجه الطفل مولود بيها نتيجه مضاعفات حصلت للام قبل الحمل او اثناء الحمل وولد بيه، لكن هو مش معدي ومش وباء. واحنا بايدينا ان احنا نحط يعني ايدنا على الحاجه الصح والطريق الصح، وزي ما حضراته اللي متصل دلوقتي، لا احنا المؤسسه متاحه 24 ساعه ولكل الحالات ومن كل المراكز، لان احنا المؤسسه بتاعتنا الوحيده على مستوى الجمهوريه اللي متبنيه المرض ده. فلو حضرتك، انا بعد اذن حضرتك بوجه له رساله، لو حضرتك اكتشفت ان المرض ده هو الصلب المشكوك تتواصل معانا على طول. ارقامنا موجوده، ممكن اقول لو هو طبعا طبعا الرقم بتاعنا، بس هستاذنك كلية كده واحده واحده كده مخرجنا الجميل، يعني هستاذن حضرتك نحاول ننزل الرقم يا ريت. 010 ايوه 299 12 737. في ارقام تانية واحد كمان هنقوله. تمام اتفضل. 010 299 12 733. حضراتكم تقدروا، احنا متاحين في اي وقت. استاذه ايه معلش اللي يهمني بقى انا، العلاج مجانا تماما ولا بتاخدوا حاجه من المريض او اهل المريض؟ لا خالص، احنا العلاج مجانا ما فيهوش اي مشكله لاي حد. احنا بيجي لنا حالات اهاليها اصلا عايزه استعانه بينا، فما نقدرش نجبر حد ان جاي يقول ساعدوني فنقول له هات لنا من اي مكان، لا طبعا العلاج مجاني. العلاج مجاني. طب دكتور هرجع لحضرتك للشق الطبي، لان الموضوع ده راعبني شويه. تمام. لاني من ارياف، وانا عارف احنا عندنا في الارياف الناس طيبين قوي يعني، فممكن يكون في عدم درايه او جهل بالمرض، جهل بالمرض، فممكن حد يتعايش او يقول لك خلاص الولد كده واحمده ربنا و و بتاع. فكره التوعيه احنا بنقوم بدورنا كاعلام اهوت، لكن يعني انتوا عندكم كاطباء وكده هل في امكانيه للتوعيه بخطوره المرض ده؟ التوعيه طبعا بتبدا من اول، من قبل ما الام تحمل حتى، ان احنا بنوعي الام بالذات لو السن بتاع الام كبير او في عامل من عوامل اللي بتزود فرص حصول المرض، بتبدا التوعيه والتوصيه اللي احنا لازم ناخد حمض الفوليك اللي هو العلاج اللي هو بيحمي من التشوه بتاع القناه العصبيه او الحبل الشوكي. دي اول حاجه في التوعيه. وتاني حاجه بتبدا بعد ما الام بتحمل، بنوصيها اول 3 شهور لازم تاخد حمض الفوليك بجرعه معينه اللي هي 400 مايكرو جرام يوميا قرص، او الجرعه بتاخدها في قرص او قرصين حسب الشركه. ده قبل الحمل ولا اثناء الحمل؟ قبل الحمل لو الفرص بتاعه حدوث المرض او التشوه موجوده عندها. طيب معلش ثانيه واحده، ممكن الـ 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 العروسه لانها تبقى لسه عروسه جديده. تمام. تمام. علشان اقول لها الموضوع ده هيبقى موضوع مرعب. فافهم من حضرتك ان اول رساله دلوقتي انا خدتها منك على هواء تلقائيا،
او رساله دلوقتي اي اتنين مقبلين على الزواج لابد من التحليل. مش التحليل. اخد حمض الفوليك. حمض الفوليك بس مش لكل الناس المقبلات على الزواج. اللي عندهم احتماليه اكبر. اللي عندهم احتماليه اكبر لحدوث التشوهات او تشوهات الجنين عموما. ان في حد في الاسره. اللي حد في الاسره او بتتعرض لاشعاع مثلا حد من فريق طبي او ممرضه بتتعرض لاشعاعات او الزوج شغال في قطاع مثلا زي البترول او بيتعرض لاشعاعات في اي مجال من الطاقه الذريه او بترول او حاجه بيبقى اكثر او درجات حراره عاليه بتتعرض مثلا في مصانع الحديد درجات حراره عاليه او الام بتتعرض لدرجات حراره عاليه تبدا التوعيه. هي دي بقى النقطه يا دكتور اللي انا كنت جايه لك فيها. في امهات حلوه كده جميله اول ما بتحمل طبعا بتتجه للايروبكس وده شيء مقبول بنظم معينه وبقيود معينه عشان ما تتخنش. بتتجه للجيم ان هي ما تحاول يعني بقدر الامكان الحمل ما يزودش وزنها وده برضو شيء مقبول وشيء كلنا نتحمس له. ولكن سمعت من ام بتقول لي انا هدخل الساونا. لا الساونا وضربات دي مصيبه. مصيبه لاي ام او لاي بنت يعني مقبله على الزواج او حتى اي ام في بدايه حملها. لا الساونا ودرجات الحراره العاليه عموما حتى الام لو اصيبت بدور سخونيه او دور برد وارتفاع في درجه الحراره حتى ممنوع. يعني لازم تاخد علاج على طول من الاسباب الاساسيه عشان ما تاثرش على الجنين في اول شهور تكوينه سواء كانت ساونا او درجه حراره عاليه او درجه حراره او بيكون من اسباب المرض من اسباب تؤدي لحدوث المرض. تمام. طب يا ترى يا استاذ علي انتوا عندكم في المؤسسه في توعيه بالمخاطر بتاعته او الحالات اللي ممكن يبقى المرض نشط فيها او انها انه يحصل عندها بمعنى اصح؟ زي ما قلت لحضرتك احنا بنطبع يعني تقريبا يوميا اكتر من 200 او 300 كتيب. الكتيب ده مخصصينه لشرح المرض بكل تفاصيله بشرح الإرشادات اللي تتبعها الأم إيه اللي تعمله وإيه اللي تاخده يعني طريقة الكشف المبكر عنها وده زي ما قلت لحضرتك بنتبعه في التوعية بالمرض. وإحنا الأيام دي كمان عاملين تعاقد مع الإدارات التعليمية خاصة على مركز فأوس يعني بنبدأ بمركز مركز وننزل للطالبات اللي في المدارس المرحلة الثانوية بكل تخصصاتها بقى ثانوية أزهرية وعامة صنايع زراعة الحاجات دي كلها نبدأ عشان خاطر دول اللي هم الجيل اللي طالع الأمهات المستقبل ودول اللي في ناس بيطلعوا من المرحلة دي يتجوزوا على طول لا عايزين نعمل لهم توعية بالمرض. انا عايز اقول لك بس المخرجنا بيقول لنا الوقت بيدهمنا الموضوع خطير جدا الموضوع مهم قوي تابعوا الحلقه دي وبجد بجد يعني احنا بنقول الوقايه خير من العلاج. دكتور في 10 ثواني رساله للمقبلين على الزواج. السيدات المقبلات على الزواج بنوصيهم اول ما تعرف اللي هي حامل لازم تتناول حمض الفوليك على الاقل لمده اول 3 شهور حبايه كل يوم اللي هي 400 مايكرو جرام. التغذيه السليمه لازم العيانه تتناول خضار بالذات الخضروات الداكنه زي البروكلي وزي والفاكهه زي الموز من الحاجات المفيده برضك والتفاح. الحاجه الثانيه ما نتعرضش للاشعاعات ما نتعرضش لدرجات حراره عاليه. طيب ده كلام جميل. نعمل فحص بالاشعه في الشهر الثالث والشهر الخامس من وجات فوق الصوتيه. شكرا لحضرتك الف شكر. بشكرك يا على وجودك معانا ان شاء الله نقدم رسالتنا. بشكرك جدا يا رانيا على بشكرك يا محمد. شكرا ليك شكرا ليك. رسالتي لكل جنسي الاهتمام ثم الاهتمام ثم الاهتمام. الى اللقاء في حلقه قادمه ونسمن بلدنا.